وتناديني حتى وإن كنت أحتضر لجوارك حتما تجديني. لا أسأل ماذا عن ديني أو نفسي وماذا فالأمر قضي فلأجلك صرت مسيح وتبرأت من موتي وغسلت يديك وقلت إني بريئة من هذا الغرب ضمير تعبيري حرية قتل وتكفيري. يا أمي أفيقي وانتبهي فمصيرك هو نفس مصيري هو نفس الهم كوني أنت فقط لا تكوني هم كوني لمن أنجب تكوني ترياقا للسم والمولى ناصرك وناصيري. أختي بتقول إن شاء الله، قالت لها وانتوا بتقولوا ان شاء الله زينا؟ انا كنت فاكراكم ما عندكوش الله. ما عندكوش الله. ده عيب مين؟ ده عيبها هي الست دي ولا عيبنا احنا؟ احنا بنسيب الناس تتوارث كراهية المسيحية والمسيحيين جيلا بعد جيل، ويتكون الوعي العام والصورة الذهنية للمسلمين من تراخي الاخوه المسيحيين. الناس في المجتمع ما تعرفش عن المسيحيين كتير، فعشان كده احنا مجهلين، وطبعا الانسان عدو ما يكهله زي ما بيقولوا. والحقيقه انا يعني معلش دعوني احمل الاخوه المطارنه والقساوسه والاباء مسؤوليه. اجروا على الاعلام وقولوا عايزين مساحه اعلاميه نبين فيها يعني ايه باسم الصليب، نبين فيها معنى الغفران، نبين فيها معنى نظام محبة، نبين فيها الدين المسيحي، نبين فيها يعني ايه باسم الاب والابن والروح القدس الله واحد امين. مش دين معترف به؟ مش المسلمين معترفين به؟ طب اشرح. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ليست هنا يوجد خطأ في العد حينما قلنا باسم ولم نقل باسماء. ولا فكرة اللي علمنا الدرس الاول ده السيد المسيح لما قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. قال باسم مش بأسماء. هما لو تلت آلهة مفيش مشكلة، كان هيقول عمدوهم بأسماء التلت آلهة دول، إيه المشكلة يعني؟ لكن هو قال باسم. إزاي بقى باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد؟ لأننا بنؤمن أن الله الواحد ثلاثة أقانيم، ما بنؤمنش بثلاث آلهة منفصلة، وما بنؤمنش بثلاث جواهر في الله. لو كنا بنؤمن بثلاث جواهر فالله كنا نبقى مشركين، لكن حيث أننا نؤمن بجوهر واحد لله إذن فنحن موحدون بالله. فإحنا بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، لكن إحنا في النهاية بنقول إن هو إله واحد. أمر التوحيد ده أمر لا نقاش فيه ولا جدال فيه بالنسبة للمسيحيين. في سفر التثنية أصحاح 6-4 الرب إلهنا رب واحد، وفي مرقس 12 الرب إلهنا رب واحد، في رومية 3 بيقول لأن الله واحد هو الذي يبرر، إنجيل متى الإصحاح الرابع عدد 10 للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أنا الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لنا إله واحد الذي منه كل الأشياء. مزمور 86 بيقول لا مثل لك يا رب ولا مثل أعمالك لأنك عظيم أنت وصانع عجائب، أنت الله وحدك مفيش تاني. وفي مرقس 12 أيضا لأن الله واحد وليس آخر سواه. وصلى حزقية أمام الرب وقال أنت هو الإله وحدك
لكل ممالك الأرض. وقديس يوحنا يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. في سفر إشعياء الله بيقول أنا الله وليس آخر، لا إله غيري، أنا الرب ولا إله آخر غيري، ليس سواي، لا مخلص سواي، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. في سفر الرؤيا أنا الأول وأنا الآخر. وفي رسالة يهوذا اللي عبارة عن إصحاح واحد يقول الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة. بولس الرسول بيقول أنواع خدم موجودة لكن الرب واحد، أنواع أعمال موجودة لكن الله واحد. وفي مرقس 10 وده من نطق السيد المسيح ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنا الأول والآخر ولا إله غيري. قديس بولس في روميا 2 يقول لأن الله واحد، وفي روميا 10 يقول لأن ربا واحد للجميع. في غلاطية أيضا بيقول الله واحد. وفي كرونسوس الأولى الإصحاح الثامن يقول لكن لنا إله واحد. يوجد إله واحد، إيمان واحد، رب واحد. وفي رسالة القديس بولس الرسول إلى تيموساوس الأولى يقول لأنه يوجد إله واحد. فكرة لا إله إلا الله دي فكرة مسيحية نؤمن بيها، موجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، لا إله إلا الله. مفيش ولا نص في العهد القديم بيقول أبدا أني يوجد أكثر من إله. فأنا في الحقيقة بندهش أن البعض يتهم المسيحيين بالشرك إذا كانت الآيات اللي بتنادي بالتوحيد منتشرة في كل أصفار العهد الجديد. كتير جدا من الآيات في العهد القديم والعهد الجديد بتأكد فكرة أن الله واحد، وده إيماننا كمسيحيين. وحدانية الله منصوص عليها في العهدين القديم والجديد. في يعقوب 2 كمان بيقول أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل. والشياطين يؤمنون ويخشعرون. مجرد الإيمان لوحده ما لا يعني شيء، وبالتالي الشيطان عارف أن الله واحد، يعني ما عندوش مشكلة الرجل يعني. لكن هو بيتصرف إزاي؟ المعرفة شيء والإيمان شيء، والتطبيق اللي بيطلبه مني إيماني المسيحي ده شيء تاني. إيماني بأن الله واحد يتطلب مني فعل. المسيحية تؤمن بالإله الواحد وليس ثلاث آلهة كما يقال في بعض التصورات أو بعض المفاهيم. والدليل على كده إن في كل صلواتنا يوجد قانون الإيمان الذي نردده جميعا فيه بالحقيقة نؤمن بإله واحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. نؤمن بإله واحد. التوحيد في مصر القديمة بدأ منذ الأسرة الأولى. نجد على متون الأهرام بالهيروغليفية مكتوب يانو كنيتر أنا الإله، واع يعني واحد، دخلت في الإنجليزية بقت وان، واعو أحد، أنا الإله واحد أحد، خبر داس أف موجد نفسي بنفسي، نن نط لستو سنو أف ليس لي كفوا أحد. عايزين إيه أكتر من كده؟ دليل على أن إحنا أحفاد هؤلاء نؤمن بالتوحيد الحوار الذي جرى بين سان مارك اللي هو القديس مرقس لما جاء مصر هنا وحذاؤه تمزق فذهب به إلى إسكافي مصري، المخراز دخل في صبعه فصرخ الإسكافي وقال يا الله الواحد. فسان مارك القديس مرقس قال له أنا جاي بشرك بيه، قال له ما احنا عارفين من عارفينه من آلاف السنين. الله روح. احنا ساعات لما بنسمع كلمة الآب والابن مخنا بيروح للأب وولده والعلاقة الجسدية والولادة والكلام ده، طبعا ده بعيد كل البعد عن المفهوم المسيحي للثالوث وللآب والابن. الآب والابن والروح القدس هم ثلاث أقانيم لله الواحد. إيه معنى كلمة أقنوم؟ كلمة أقنوم كلمة سريانية وتعني من يقوم عليه الجوهر الإلهي كأساس، أخذناها من الكنيسة السريانية واستخدمناها في ألحاننا وفي صلواتنا كما هي. وعلى فكرة إحنا ما بنقولش الله يتكون من آب وابن وروح قدس. لو الله بيتكون من ما يبقاش الله بسيط، يبقى الله مركب وتقدر تفك إلى آب وابن وروح قدس. حاشا أن يكون هذا هو إيماننا بالله، إنما الله هو آب وابن وروح قدس. الإنسان مثلا مثال بسيط وغير دقيق لشخصية الله لكنه قريب الشبه. الإنسان واحد، أنت شخص واحد لكن أنت عندك جسد وعندك نفس وعندك روح. مع التشبيه مع الفارق طبعا، إن ممكن الروح تفارق الجسد في حالة الوفاة، إنما الله الآب والابن والروح القدس في جوهر واحد، في طبيعة واحدة، في لاهوت واحد. مسألة الثالوث ده حاجة مش في الجوهر، زي الشمس. الشمس تلد الشعاع وتبصق الحرارة، القرص والشعاع والحرارة شمس واحدة، لا تقول ثلاثة شموس. ومع هذا لا يوجد قرص للشمس بدون شعاع ولا يوجد قرص للشمس بدون حرارة. الله في المسيحية يتجاوز التناقض لأنه الإله الكامل.
يعني يبقى هو الواحد وهو الثالوث، يبقى هو الظاهر وهو الباطن، يبقى هو البعيد بعدا كاملا شاسعا وهو القريب إلينا أقرب من حبل الوريد. مش ممكن يبقى الإله الكامل هذا الإله أخندقه في خندق إما وإما، إما وإما يتخندق فيها الكائن المحدود، لكن الله يتجاوز التناقضات في المسيحية. أما تعدد الأقانيم فمعناه أن الأقانيم الثلاثة تحمل ألوهة واحدة وجوهرا واحدا وطبيعة واحدة وقدرة واحدة. إمتى يبقوا ثلاث آلهة؟ لو دول ثلاث جواهر، ولو القدرة ثلاث قدرات، يعني قدرة الآب غير قدرة الابن غير قدرة الروح القدس. هل أنتم بتقولوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لا يقولون المسيحيون إن الله ثالث ثلاثة. لا طبعاً المسيحيين مش بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة. المسيحيون ليس من البساطة أو السذاجة بأنهم يؤمنون بثلاث آلهة منفصل. الناس اللي مش فاهمة بتقول إن إحنا بنعبد ثلاث آلهة. لا مش ثلاثة والله واحد منهم، بالمعنى بتاع إن ثلاث آلهة أو ثلاث كائنات منفصلة. إذا كان هذا الإله هو الخالق فما ادعي لوجود إله آخر، إذا كان هذا الإله هو غير المحدود فما ادعي لوجود إله آخر، إذا كان هذا الإله هو كلي القدرة فما ادعي لوجود إله آخر. في حد بيقول أن ربنا عاشر مريم مخلف منها سيدنا عيسى عشان يقولوا لي قل الله واحد لا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أنا حد قال أنه ولد؟ لا 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 لا، كيف يكون المسيحية تعلم القداسة والطهارة فكيف تقول هذا؟ بالطبع ليس هذا هو مفهوم المسيحيين عن الثالوث القدوس، أن الله قد اتخذ له زوجة وأنجب منها ولد. كيف تقول المسيحية إن الله اتخذ له صاحبة؟ مستحيل أن تقول المسيحية هذا. هذا ثالوث وثني عند إزيس وأوزوريس وحورس ابنه. في الثالوث الوثني لابن مثلا اللي هو حورس ناتج من ممارسة تناسلية ولادية جنسانية ما بين الأب والأم، وهذا لم تقل به المسيحية إطلاقا. رجل وامرأة وأنجب ابنا، والرجل والامرأة سابقين في الزمن للابن، وذكر وأنثى وتناسل، ليس هذا الأمر في الثالوث القدوس الذي يؤمن به المسيحيون. ربما وأضع تحت كلمة ربما عدة خطوط، ربما يكون الإسلام قد أشار إلى نوع من المسيحيين أو إن شئت من النصارى، لأن كلمة مسيحيين لم ترد في القرآن، ربما كان في إشارة إلى الثالوث المريمي اللي انتشر في القرن الخامس. دي كانت هرطقة في وقت زمن كتابة القرآن، كانت من بدعة اسمها بدعة المريميين. المريميين دول كانوا أصلاً وثنيين وخلطوا المفاهيم بتاعتهم بالمفاهيم بتاعت المسيحية. ظهرت بدع، هذه البدع خلت المسيح إله بجوار أمه القديسة العذراء مريم بجوار الله، وطبعا دي كانت بدعة اسمها بدعة المريميين. وقالوا زي ما كانت في إلهة عندنا في الوثنية يبقى خلي عندنا إلهة اللي هي العذراء مريم. جايين من العبادة الوثنية وعايزين يعملوا تقارب ما بين عبادتهم الوثنية وما بين المسيحية. أصحاب البدعة كانوا يؤمنون بأن كوكب الزهرة ده إله، إلهة، وانت عارف أني في التاريخ البشري كان في آلهة ذكورية وفي إلهات أنثوية. لما قبلوا المسيحية بدلوا يعني شالوا الزهرة حطوا مكانها العذراء مريم. فهم كانوا بيعبدوا الزهرة فقالوا إن الزهرة دي تشير إلى العذراء مريم، وهنؤمن بالمسيح كإله ونؤمن بالله كإله. فهذا الثالوث اللي كان فيه الله والمسيح والعذراء مريم، هذا الثالوث المريمي المسيحية رفضته، وعمر ما المسيحيين بينادوا أبدا بهذا الثالوث. الله اتجوز العذراء وخلف المسيح، طبعا دي هرطقة المسيحية رفضتها تماما وحاربتها وقاومتها، وانتهى الأمر ده في ذلك الوقت على طول مباشرة، لأن ده تخريف. دي كانت بدعة محدودة جدا ظهرت في حدود القرن الخامس الميلادي وتصدى لها أباء المسيحية الأوائل وأنهوها في مهدها. يعني ما فيش واحد مسيحي بيعتبر أن العذراء مريم شريكة في اللاهوت. صحيح
وكل الطوائف بتجل وتبجل العذراء مريم، لكن مفيش حد بيعتبرها إلها. مش بنقرأ أبدا في أي مكان إن المسيح قال للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله، هذا لم يحدث مطلقا. المسيحية واجهت أيضا ناس كانوا يعتقدون بثالوث هو ثالوث آلهة، ثالوث آلهة مش ثالوث أقانيم، هناك فرق كبير. المسيحية حاربت البدعة التي ظهرت في القرون الأولى التي تنادي بوجود أكثر من إله. بخلاف طائفة المريميين اللي كانوا عملوا البدعة دي، كان في طائفة المرقونيين، ودول كانوا بينادوا إن في أكثر من إله. ماركيانوس كان يؤمن بإله الخير، بإله هو أساساً بينتمي إلى الفكر الغنوصي، والفكر الغنوصي فكر يقوم على الإثنينية، إن في إله للخير وإله للشر، إن إله العهد القديم هو الإله العادل أو القاسي، وإله العهد الجديد هو الإله المحب، وفي إله شر هو إبليس. الأريوسية جعلت للآب جوهرا، وللابن جوهرا، وللروح القدس جوهرا، فبقيت أنا أمام ثلاثة جواهر، كل جوهر يحمله أقنومه أو شخصه، فبقت ثلاث أشخاص وثلاث جواهر. هذا هو تعدد الآلهة. بدعة أريوس تم الرد عليها وانتهت تماما في المجامع الأولى أيضا في العصور الأولى للمسيحية. هذه البدعة المسيحية رفضتها وحاربتها. المسيحية منذ بدايتها وهي تنادي بالإيمان بإله واحد لا شريك له. فحينما ظهرت المسيحية في العالم كان العالم معظمه يقع في تعدد الآلهة، والمسيحيون الأوائل أخذوا على عاتقهم الكرازة والتبشير بالإله الواحد إلى كل الأمم وكل الشعوب. يبقى معلش ما جيش تقول أصله بيقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، ويبقى كده هو بيعبد ثلاثة، وتروح قايل له أصله ربنا قال إنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو تقول له قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده فكرك انت. انا استطيع ان اقرا نصوص القران بما يؤيد عقيده المسيحيه، لو عاوز امثله هدي لحضرتك امثله. كذلك ايضا يمكن ان يقرا اليهود الانجيل قراءه يهوديه، ويمكن ان يقرا المسلمون الانجيل بقراءه اسلاميه، ويدوروا على الايات التي تتفق مع عقيدتهم، لكن ليس من حق الاخرين انهم يفسروها لي. انا اللي افسرها وانا اللي افهمها، وافهم ديني زي ما انا عايز، انا حر، وانت تفهم دينك زي ما انت عايز. الحكم على عقائد الاخرين تتطلب ان افهم انا ما يقوله اصحاب الدين. المسيحيون يؤمنون باله واحد لا شريك له. الناس ال 4241 قبل الميلاد اهدت العالم التقويم الشمسي، وقالت لهم لا السنه ما هياش قمريه، وعشان كده الصيف بيدخل في الشتاء والشتاء بيدخل في الصيف، زي التقويم القمري بتاع رمضان، مرة يجي في الشتاء ومرة يجي في الصيف، ولكن السنة عشان تتظبط تقويم شمسي 365 يوم وست ساعات، والذي أتى بالست ساعات عالم فلكي مصري اسمه سوسجينس، اللي وصلوا إلى هذا مش هيعبدوا آلهة متعددة، فكان التوحيد سمة من سمات مصر منذ الأسرة الأولى. وإذا كان يتهم المسيحيون في بعض الأحيان بالشرك، فهذا الاتهام خاطئ، إما عن جهل أو عدم معرفة بالمسيحية، وإما عن قصد. اشرح عشان ما نقعدش دايما أبص ألاقي الناس كلها بترجم الدين المسيحي بالحجارة وأنتوا السبب، لأنهم لم يبحثوا عن مساحة في الخريطة الإعلامية علشان يشرحوا دينهم وإنهم موحدين. المسيحيون يؤمنون بإله واحد، والمسيحية هي التي علمت العالم كله التوحيد. We'll be right back.
شيء بديهي مفيش جديد حتى أعوذ بالله. الشياطين مؤمنين يبقى احنا لأ ازاي؟ إلهنا واحد بالتأكيد ومفيش إله إلا، وده إيمان المسيحيين الماضي واللي جاي. شرحنا ياما قلنا وكتبنا لو انت ناوي.